رسالة مؤاساة نبعثها إلى المخيم الحسيني معبقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بدم نحر الحسين أن تعجل فرج ولي الحسين. اللهم إني أسألك بدم نحر الحسين أن تعجل فرج ولي الحسين. اللهم إني أسألك بدم نحر الحسين أن تعجل فرج ولي الحسين. لا زال حديثي متواصلا في أجواء دلالاتي ومضاميني مصباح الهدى. في الليلة الماضية كان الحديث في الملمح الخامس من ملامح الأنموذج الحسيني، والذي عنونته علو الهمة، وذكرت بأن من علامات ومن آثار علو الهمة، أولا عظمة الهدف، وثانيا عدم الاهتمام بالموانع والمعوقات، وثالثاً عدم الانشغال بتوافه الأمور، ورابعاً التركيز في العمل. واستمر الحديث بعد ذلك في جهات أخرى لا أريد أن أشير إليها، فقد مر الكلام حولها وفيها، لكن النقطة الرابعة وهي التركيز في العمل ما تحدثت عنها، وإنما أشرت إليها إشارة خاطفة وتركتها لهذه الليلة. فحديثنا لا زال في الملمح الخامس من ملامح الأنموذج الحسيني، وهو علو الهمة، والكلام يتفرع في العلامة الرابعة، في النقطة الرابعة، في الأثر الرابع، سمي ما شئت، التركيز في العمل. التركيز في العمل حتى لو أخذنا هذه القضية معزولة عن كل العناوين التي مر الحديث عنها، لو أخذناها هكذا لوحدها، التركيز في العمل هو من أهم الأسباب المؤدية إلى نجاح العمل. لا ينحصر نجاح العمل في التركيز في العمل فقط، ولكن
من أهم الأسباب التي تقودنا إلى نجاح أي عمل، كان هذا العمل دينيا، دنيويا، ماديا، معنويا، أي نوع من أنواع الأعمال، أي جهد يبذله الإنسان في مختلف نواحي الحياة ومناحي العيش، إذا كان يمتلك هذه الحالة حينما يشرع في عمل فإنه يصب جهده ونظره وفكره وهمه في هذا العمل، فإن هذا العمل ستكون عاقبته النجاح. ولذلك قلت بأن من آثار ومن علامات علو الهمة هو التركيز في العمل، لأن التركيز في العمل يدل على الإخلاص في العمل بغض النظر عن الجهة التي يخلص لها. أي عامل حين يركز في عمله فهو مخلص في عمله بغض النظر عن الجهة التي يخلص لها. في بعض الأحيان قد يخلص الإنسان في عمله لأجل عمله، للحفاظ على عمله. أليس هناك في العصر الحاضر هناك شعارات ترفع في الأجواء البعيدة عن عقائد الدين والغيب، كما يقال مثلا الفن للفن والرياضة للرياضة والثقافة للثقافة وهكذا. الفن للفن يعني التركيز في الفن بنحو الإخلاص لأجل الفن، وهكذا في الرياضة، وهكذا في الفكر، وهكذا في العلم، وهكذا في كل شيء. التركيز في العمل يقود إلى إنجاح العمل، ويقود الإنسان شيئا فشيئا إلى هدفه. حينما ينجح الإنسان في أعماله وهو صاحب هدف وعنده برنامج، وهذا البرنامج على حلقات، فإذا نجح في الحلقة الأولى انتقل إلى الحلقة الثانية، فإذا نجح فيها وهكذا، فإنه سيقترب شيئا فشيئا من الهدف. أول علامة ذكرتها من علامات علو الهمة الهدف العظيم، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى هدفه من دون التركيز في العمل. التركيز في العمل بشكل مجمل، ما المراد منه؟ المراد من التركيز في العمل أن شغل الإنسان الشاغل هو هذا العمل الذي هو يريده، يريد أن يعمله. لربما ما جاء في كلمات أهل بيت العصمة وهي تتحدث عن الصلاة المقبولة، العبادات بشكل عام على مرتبتين، هناك المرتبة المجزية وهناك المرتبة المقبولة. على سبيل المثال، حينما نصلي فنأتي بالصلاة بشرائطها المعروفة التي تعرفونها،
الشرائط الفقهية التي تبينها المطولات الفقهية أو الرسائل العملية. الصلاة بشروطها الشرعية، إذا جاء أحدنا بهذه الصلاة بهذه الشروط، هذه الصلاة مجزئة مبرئة للذمة. يعني حين نصلي مثلا صلاة المغرب بحسب الشرائط الشرعية في الفقه، يقال لهذه الصلاة صلاة مجزئة مبرئة. ما المراد من صلاة مجزئة مبرئة؟ يعني لا يجب على الإنسان أن يصليها مرة ثانية، وهذا المراد منها. حينما تقرؤون في أول صفحة من الرسائل العملية، حين يقال بأن العمل بهذه الرسالة العملية بهذه الفتاوى مجزئ مبرئ، مجزئ مبرئ يعني أنك إذا عملت بها برئت ذمتك، فلا يوجد شيء آخر يطالبك به الفقه وراء هذه الأحكام. لكن لا يعني ذلك أنها مقبولة، هناك فارق بين قبول الصلاة وبين أن تكون الصلاة مجزئة ومبرئة للذمة. الصلاة بالحدود الشرعية المعروفة، الطهور بشرائطه، المكان، القبلة، القراءة، الأركان، إلى بقية التفاصيل الأخرى. إذا جيء بالصلاة بهذا النحو فهي مبرئة مجزئة، يعني لا يجب على الإنسان أن يصليها مرة ثانية، هذا معنى مجزئة مبرئة. لكن هل هي مقبولة؟ لا نملك دليلا على قبولها. هناك علامات ذكرها الأئمة لنا تشير إلى قبول الصلاة أو إلى عدم قبولها. من هذه العلامات أنه ما أقبلت عليه من صلاتك فهو لك، هذا المقدار هو المقدار المقبول، وهذا هو التركيز في العمل، هذا مصداق من مصاديق التركيز في العمل. ما أقبلت عليه، أقبلت عليه أي صار شغلك الشاغل. نفس الشيء في خدمتك لإمام زمانك أيضا، ما أقبلت عليه فهو لك. هناك شيء مبرئ ومجزئ، وهناك شيء تقبل عليه. مرادي من التركيز في العمل هو هذا، لأنني لا أتحدث عن العمل بعنوانه العام في حياة الإنسان. حديثنا عن الأنموذج الحسيني وعن ملامح هذا الأنموذج، الحديث في دائرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مثل ما للعبادات درجة مجزئة وهناك درجة مقبولة، فالصلاة والصيام أيضا، الصيام بشرائطه الشرعية بحدوده الفقهية ابتداء من النية ومن تحديد الوقت ومن الانتهاء عن المفطرات، الأحكام المعروفة التي نعرفها، هذا الصيام صيام مبرئ مجزئ. ولكن هل هو مقبول؟ لا نملك دليلا على ذلك. هو صيام مجزئ مبرئ
لا يجب عليك أن تعيده، لكن نحن نقرأ في كلمات أهل البيت: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. العملية مستمرة. المشكلة أين؟ المشكلة في التركيز، التركيز في العمل. وأشرت في الليلة الماضية إلى الوصف الذي يوصف به أولياء أهل البيت، وذكرت عبد العظيم الحسني مثالا على ذلك، بأنه كان شديد الانقطاع لأهل البيت، شديد الانقطاع لإمام زمانه، عظيم التوسل بهم. ولذلك الرواية الشريفة عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يخاطب عبد العظيم الحسني فيقول له: أنت ولينا حقا، أنت ولينا حقا. لماذا؟ لأنه كان شديد الانقطاع، وشدة الانقطاع هي بعبارة أخرى هو هذا العنوان الذي نتحدث عنه: التركيز في العمل. فكما أن لهذه العبادات وبقية العبادات نفس الشيء، الوقت لا يكفي لأن أتناول العبادات واحدة واحدة فأشير إلى حدها المجزئ وإلى العلامات التي جاءت في روايات أهل البيت تحدثنا عن حد القبول فيها. القضية موجودة على طول الخط في كل العبادات، هناك حد مجزئ وهناك علامات وإشارات لحد القبول. هذه الفروع القضية في الأصول تكون أولى. إذا كانت الفروع بهذه الحالة القضية في الأصول تكون أولى، والتعامل مع أهل البيت هو أصل الأصول. إذا أردنا أن نقوم بعملية مسح في روايات أهل بيت العصمة، قطعا هذا الأمر ليس سهلا، ولكن إذا أردنا أن نأخذ نموذجا مصغرا، كتاب الكافي هو الكتاب الأعلى رتبة بين كتب الحديث المنقولة عن أهل بيت العصمة. إذا أخذنا الجزء الأول من هذا الكتاب، وإذا أخذنا قسما من هذا الكتاب وهو كتاب الحجة، لأن الجزء الأول يشتمل على كتاب العقل والجهل، على كتاب العلم والجهل، على كتاب التوحيد، وعلى كتاب الحجة. إذا أخذنا كتاب الحجة من الجزء الأول من كتاب الكافي وقمنا بعملية مسح لما جاء في هذه النصوص والتي اختارها الشيخ الكليني مؤلف الكتاب بعناية فائقة 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 جدا جدا جدا، اختار الأحاديث بعناية فائقة جدا، فتكاد أن تشكل أهم العناوين
في آلاف مؤلفة من أحاديث أهل البيت في بقية كتب الحديث. يكون هذا الباب كتاب الحجة عينة نموذجية للبحث، لأنه من الصعب أن يقوم أي إنسان بعملية مسح لكل كتب الحديث. هذه القضية لا تتأتى لكل أحد، تحتاج إلى سنين طويلة هذه القضية. لكن أن نأخذ قسما من جزء من أجزاء كتاب الكافي، هذه القضية متيسرة. عملية المسح في هذا الجزء من كتاب الكافي تشير إلى أن البداية عند المعصوم والنهاية عند المعصوم والوسط عند المعصوم، ذروة الأمر أو ذروة الأمر على القراءتين بكسر الذال وبضمها، ذروة الأمر أو ذروة الأمر وسنامه، يعني النهاية. ذروة الأمر يعني أعلاه، أعلى شيء. ذروة الأمر وسنامه. كثيرا ما أردد هذه الرواية، وقصدي أن يحفظها من يسمعها مني، لأن الرواية قصيرة ولكنها تجمع الحقيقة كلها. ذروة الأمر وسنامه وباب الأشياء، ما هو باب الأشياء؟ باب كل شيء، يعني من أينما توجهت الباب الذي تجده أمامك ما هو؟ الطاعة للإمام بعد معرفته، ذروة الأمر نهاية الأمر، مفتاح كل شيء، باب كل شيء، ظاهر الأمور، بواطنها، بداياتها، نهاياتها، تعود بنا إلى معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قلت بأنها أصل الأصول. التوحيد عند أهل البيت ليس بقولة لا إله إلا الله، هذا عند أهل البيت في روايات أهل البيت، لا علاقة لي بما في الكتب، في روايات أهل البيت. التوحيد يعني ولاية علي، وحديث سلسلة الذهب أنتم تحفظونه، جاء مرويا عن إمامنا الثامن، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. معادلة واضحة. حديث النبي صلى الله عليه وآله، إني لأرجو لأمتي في حب علي بن أبي طالب كما أرجو لها في قول لا إله إلا الله، نفس الكلام، حديثهم واحد. يا علي، مثلك في هذه الأمة كمثل سورة التوحيد في القرآن، ومثل هذه الأحاديث شيء كثير كثير في كتبنا وفي رواياتنا. فحين أتحدث عن توحيد أهل البيت، أهل البيت هكذا تعلمنا منهم، أن التوحيد ولاية علي
في حديث أهل البيت لا يوجد انفكاك بين التوحيد وبين ولاية علي وآل علي. هذا الطرز من التفكير، أن نجعل حواجز كأن التوحيد شيء وأن ولاية علي شيء، هذا موجود في الكتب، في كتب العلماء موجود، في حديث أهل البيت هذا غير موجود. من أراد أن يرجع إلى حديث أهل البيت، كتب الحديث موجودة، حديث أهل البيت واضح، لا يوجد هناك فواصل وحواجز بين التوحيد وبين ولاية علي وآل علي. التوحيد لا معنى له من دون ولاية علي وآل علي. التوحيد وولاية علي وآل علي معنى واحد، وكلمات أهل البيت لا أقول بالمئات، بالآلاف تعج بها كتب الحديث، كلها تشير إلى هذه الحقيقة. لذلك قلت بأن المعصوم هو أصل الأصول، وأعتقد هذا الدعاء أنتم تعرفونه وتحفظونه، وربما مرارا كثيرا أنا أردده في أحاديثي في مجالسي. اللهم عرفني نفسك، والفقرات البقية تعرفونها إلى أن يقول الدعاء، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذه العبارة ما جاءت بعد معرفة الله ولا جاءت بعد معرفة رسول الله. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، وفي نسخة نبيك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. ما موجودة لا في معرفة الله ولا في معرفة الرسول هذه العبارة. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. والعبارة التي تأتي بعدها، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. وأنت تحفظ الحديث، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الجاهلية هي نقيض التوحيد، وضللت عن ديني هو نقيض التوحيد. لذلك المعصوم هو أصل الأصول، معرفته أصل الأصول. فما يتعلق بشؤوناته هي الأصول، مثل ما في الفروع هناك مرتبة مجزئة ومرتبة في حد القبول، في التعامل مع المعصوم أيضا علاقتنا مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قد تكون مجزئة مبرئة للذمة، وهو الحد الأدنى أن نعتقد بعصمته، أن نعتقد بحجيته، بأنه حجة الله في الأرض والسماء، وبأن الدين لا يؤخذ إلا منه. كلام نردده بالألسنة ويثبت في العقول، ونتعامل معه قلبيا بنحو من الأنحاء، بدرجة من الدرجات، بحسب كل واحد منا. هذا هو الحد المجزئ، هذا هو الحد المبرئ الذي يخرج الإنسان من حد الكفر ومن حد الشرك
ومن حد الضلال. يقال له مؤمن، لا يقال للإنسان هذا الوصف وصف المؤمن إلا بهذا الشرط الذي أشرت إليه. هذا هو الحد المجزئ، الحد المبرئ. أما حد القبول فتلك قضية واسعة، وأنا لا أريد الخوض في هذا الموضوع في هذه الليلة. إذا سنحت فرصة في الليالي الآتية ربما أتناوله، لكن الكلام وصل بنا إلى هنا في شرح وبيان معنى التركيز في العمل. التركيز في العمل هو القبول على العمل، الإنسان يقبل على العمل بكله، بفكره، بعواطفه، بتمام جهده وقوته. وهذا هو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح العمل. لكننا كيف نستطيع أن نركز في العمل؟ التركيز في العمل يحتاج إلى أن نعرض عن كل الأشياء التي تضعف توجهنا للعمل. الآن حتى في هذه الرياضات التي لا علاقة لها بالأديان، إن كان الرياضات الروحانية أو النفسانية، الرياضات الباعثة على قوة التأمل عند الإنسان، وموجود الآن في مختلف أصقاع أوروبا، في مختلف أصقاع العالم توجد مؤسسات ومعاهد ومنتديات لهذه الرياضات التي تدرب وتمرن الذهن الإنساني على قوة التركيز، والتي تمنحه قابلية التأمل والسيطرة على الجهاز العصبي. حتى هناك جملة من الرياضات الدفاعية والقتالية المنتشرة في القارة الصفراء، في الصين، في اليابان، في الفاريست الشرق الأقصى، هناك مجموعة من أنواع الرياضات الدفاعية والقتالية تعتمد في أساسها على التأمل وعلى التركيز الذهني. لأي شيء؟ لأجل أن ينجح المقاتل في قتاله، حينما يسدد ضربة لخصمه حتى تكون هذه الضربة ناجحة، قاتلة، مصيبة، معطلة للخصم، وبحاجة إلى عملية تركيز، وإلا لن تكون ناجح. أول شيء يدربون المتدربين على رياضات التأمل، السيطرة على الجهاز العصبي. هذه قضية طبيعية، وفي كل عمل من الأعمال الأشخاص الذين لا يملكون حالة التركيز، دائما في حال تشتت، ماذا يطلب منهم الأطباء النفسيون؟ ألا يعطونهم تمارين في التركيز على نقطة معينة ويقولون لهم في اليوم مثلا عند الصباح عند المساء أكثر من مرة، نفس أوقات الدواء، خذ نقطة معينة على حائط، في مكان، على منضدة، على الأرض، وركز النظر إليها دائما. تركيز على نقطة واحدة معينة لأجل أن يبدأ الإنسان شيئا فشيئا للخلاص من تشتت الذهن ومن تشتت الفكر. التركيز في العمل هو أن الإنسان لا يلتفت
إلى الأشياء التي لا علاقة لها بعمله. وقد مر الكلام عن عدم الاهتمام بالموانع والمعوقات، وهي داخلة في هذا الموضوع، ومر الكلام عن عدم الانشغال بالتوافه، وهي داخلة في هذا الموضوع أيضا. المطالب مترابطة، هناك ترابط عضوي بين هذه العناوين التي أتحدث عنها الآن، أو التي تحدثت عنها في مجالس الليالي الماضية. لكن هناك شرطان، من دون هذين الشرطين لا ينجح الإنسان في التركيز في عمله. الشرط الأول معرفة الواقع، والشرط الثاني التفاعل مع الواقع. من دون معرفة الواقع في أي عمل من الأعمال، والواقع قد يكون عنوانا صغيرا إذا كان الحديث عن عمل صغير، الواقع هو الجو والظروف والملابسات الموضوعية المحيطة بالعمل. وإذا كان العمل وسيعا فإن الواقع سيكون وسيعا بسعة ذلك العمل. إذا كان الحديث عن إمام زماننا، وكان الحديث عن المشروع المهدوي، فذلك هو أوسع موضوع وأوسع مشروع، فسيكون الواقع الذي نقصده حينئذ هو أوسع واقع، هو واقع هذا العالم. معرفة الواقع، ولذلك جاء في كلمات أهل بيت العصمة في وصف فقهاء أهل البيت، فقيه أهل البيت من أهم أوصافه أنه لا تهجم عليه اللوابس. اللوابس الأمور الملتبسة، الأمور غير الواضحة، الأمور غير البينة، أي أنه لا يضيع في هذا الواقع. معرفة الواقع أمر في غاية الأهمية، وهو الذي تشير إليه كلمات أهل البيت في وصف أوليائهم بأنهم من أكثر الناس معرفة بزمانهم وبأبناء زمانهم. هذه كلها إشارات إلى معرفة الواقع. كيف نعرف الواقع؟ مرة نتعامل مع الواقع بعيدا عن فكرة الغيب وعن فكرة الدين وعن فكرة أهل البيت، كما يتعامل علماء الاجتماع، كما يتعامل المحلل السياسي، كما يتعامل علماء العلوم الإنسانية المختلفة في تحليل الواقع، في تشخيص الواقع. مرة يكون الكلام في هذا الإطار، وإذا كان الكلام في هذا الإطار بشكل موجز أشير إليه، قطعا التركيز في العمل سيكون بحسب النتائج المستخرجة من هذا التحليل ومن هذا البحث. هناك ثلاثة عوامل تحرك الواقع الإنساني: المال، السلطة، الجنس.
ابحث عن كل قضية في هذا العالم تجد في خلفيتها هذه المحركات. قد تجتمع هذه المحركات الثلاثة، وقد تنفرد واحدة وتضعف الثانية والثالثة. المال والسلطة والجنس، ويختفي الجنس خلف كواليس المال والسلطة. وهذه القضية ليست خاصة في زماننا هذا، منذ أن كانت البشرية ومنذ أن كان الصراع الإنساني على وجه هذه الأرض، تجد الحروب، قيام الدول، اغتيال السلاطين، سقوط الدول، الانهيارات الاقتصادية، الانهيارات الحضارية، تجد هناك عوامل ثلاثة تتحرك خلف كل هذه الأمور: المال، السلطة، الجنس، السياسة والاقتصاد. في بعض الأحيان الاقتصاد هو الذي يقود السياسة فيحركها، وفي بعض الأحيان السياسة هي التي تقود الاقتصاد، ولكن في الواجهة هي السياسة، السلطة. السياسة هي في الواجهة، في بعض الأحيان هي التي تحرك الاقتصاد، وفي بعض الأحيان الاقتصاد هو الذي يحركها. رؤوس الأموال وأصحاب رؤوس الأموال هم الذين يحركون السياسة والساسة، ولكن على المسرح، على الشاشة، الذين يظهرون هم الساسة. مرة يكون الفهم للواقع من خلال هذه المعطيات، وبالتالي النتائج التي ستخرج عندنا نتائج لا علاقة لها بالغيب ولا رباط لها بالدين. وحينئذ إذا أردنا أن نربط أعمالنا وفقا لهذه الرؤية، هذه رؤية بتراء، كل أمر ليس فيه ذكر الله فهو أبتر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل أمر ذي بال ليس فيه ذكر الله فهو أقطع. الأمر الذي ليس فيه اسم الله، لا يبتدأ باسم الله، لا يذكر فيه اسم الله، وذكر الله واسم الله أعتقد واضح لديكم من خلال الأحاديث السابقة. اسم الله هو الإمام المعصوم، وذكر الله هو الإمام المعصوم. وفي الليلة الماضية أشرت إلى الحديث الذي رواه شيخنا الكليني في الكافي الشريف: ولذكر الله أكبر. ماذا قال الإمام الباقر؟ قال: نحن ذكر الله ونحن أكبر، هم الذكر الأكبر. وكل أمر ليس فيه اسم الله فهو أبتر، فهو أقطع. وكل أمر ذي بال، يعني أمر مهم، كل أمر مهم ليس فيه ذكر الله فهو أقطع، أبتر. قد تكون التحليلات ونتائج البحث في هذا الأفق ما بين السياسة والاقتصاد قد تكون مطابقة لمجريات ما يجري على الأرض، ولكن هذا في الخانة الدنيوية. القضية إذا كنا نعتقد بالغيب ونعتقد بأن الأمور تجري بطريقة أخرى، فهذا النحو من الفكر ومن الطرح لا علاقة له بالحديث الذي نحن بخصوصه. هناك دراسة للواقع،
تأخذ نفس هذه الأفكار ممزوجة بذوق تغلب فيها الفروع على الأصول، وهذا هو الشائع في وسطنا الشيعي. الشيء المغلب في إعلامنا، في كتبنا، الشيء المغلب هو الفروع على الأصول. أنت إذا أردت مثلا أن تذهب إلى حوزاتنا العلمية، في حوزاتنا العلمية إذا أردت أن تدرس عشرات من السنين، فإنك تجد أن أكثر من 90%، بل ربما أكثر وأكثر من ذلك، هو في الفروع، أما الأصول فهي قضية جانبية. ونفس الشيء تتبع الفضائيات، تتبع المنابر، الحديث في الغالب عن الفروع وليس عن الأصول، وغريب هذا، نحن نسميها أصول فنتركها ونركض وراء الفروع. حتى في موازين تقييم الأعلم الأفضل على أساس الفروع لا على أساس الأصول. التقليد واجب، والمعروف بين علمائنا وجوب تقليد الأعلم. كيف يحدد الأعلم؟ على أساس الفروع لا على أساس الأصول. من هو الأعلم؟ سلوا الفقهاء، سلوا العلماء، الأعلم في الفروع. الأصول قضية مطروحة جانبا. حتى إذا رجعنا إلى الكتب الفقهية، إلى العديد من الرسائل العملية، بعض العلماء يشير إلى الأصول في بداية الرسالة العملية بصفحتين ثلاثة، والباقي كله في الفروع. والغريب أن أكثر المسائل الموجودة في الرسائل العملية لا يحتاجها الإنسان، كثير من الأبواب، يعني مثلا باب القضاء، ماذا يحتاج الإنسان من باب القضاء؟ هل هناك قضاء إسلامي؟ ولو كان قضاء إسلامي، القاضي هو الذي يحكم ليس المكلف، أحكام القضاء ليس بيد المكلف، ماذا ينتفع المكلف من باب القضاء؟ باب الشهادات، باب الديات، باب القصاص، باب الحدود، وأبواب كثيرة. أكثر الأبواب الفقهية لا يحتاجها الناس في الرسالة العملية، لكن العقائد غير موجودة. لماذا؟ الشيء الذي يحتاجه الإنسان غير موجود، لماذا؟ قضية كبيرة هذه. على أي حال لا أريد الخوض فيها الآن، ولكن هذا سؤال وجيه، ألا يحق للشيعي أن يسأل هذا السؤال حينما يفتح الرسالة العملية ويجد مثلا باب المساقات، باب المزارعة، ومن أول ما يخرج من بطن أمه إلى أن يموت أصلا وما يعرف ما هي المساقات وما هي المزارعة ولا يحتاجها؟ أو باب الرق، أو باب التدبير أو المكاتبة في بعض الرسائل العملية، يعني لمن كان عنده عبيد وكيف يتعامل مع العبيد، والعبيد أين هم؟ الرق أين هو؟ تصفح الرسائل العملية، أكثر المسائل الموجودة فيها. هذا لا يعني أننا نهملها، ولكن هذه لها المطولات الفقهية، هذه قضايا مهمة، لكن هل هي الأهم
هذه مشكلة الشيعة، الضياع بين المهم والأهم، الضياع بين المهم والأهم. الإنسان يلد من بطن أمه إلى أن يموت وهو لا يسمع أكثر من 90% من حديث أهل البيت. لماذا؟ لماذا؟ شيعة يولد الشيعي، وطبعا لا تستغربوا إذا قلت لكم بأن طلبة الحوزة العلمية والله كذلك، والله كذلك أيضا، يبقون سنين طويلة وهم لا يطلعون على حديث أهل البيت. وفيكم الآن طلبة وسلوهم، الآن طلبة فيما بينكم سلوهم. أنا لا أتحدث عن شيء في المريخ، أتحدث عن شيء واقعي موجود في الواقع. أحد الأعلام الكبار، وإذا يقول لي أحد ما موجود هذا والله أخرجه على الفضائية بصوته، ينقل أحاديث في فضل علي، هو لا يدري بأن هذه الأحاديث موجودة في كتبنا منقولة عن الأئمة، هو يتصور بأن هذه الأحاديث جاء بها المخالفون، فيقول يصفها أنها إزبالة، يقول هذه إزبالة وأحاديث أهل البيت وبصوته موجودة. وإذا أحد يقول لا أنا أخرجه على الفضائية، اسم لامع معروف جدا، لكن أنا لا تهمني الأسماء وما عندي مشكلة مع الأشخاص. الحديث عن فكرة، الحديث عن منهج. فلماذا الشيعي يولد ثم يموت وما سمع بأكثر ما قاله أئمته؟ لماذا؟ وحينما نتحدث عن حديث أهل البيت فيقال ويقال إلى آخره، لا أريد أن أصدعكم بهذه التفاهات. المستوى الثاني لفهم الواقع أن نفهم الواقع وفقا لهذه الرؤية، الرؤية بالمقلوب، الفروع قبل الأصول. وهناك رؤية ثالثة وهو أن نفهم الواقع على أن الأصول هي الأولى وهي الأهم، وهي رؤية أهل البيت، رؤية أهل البيت في حديثهم. إذن نحن بحاجة إلى ترتيب، ترتيب في الأولويات، ترتيب ما بين الأهم والمهم. يعني عملية إعادة جدولة، لابد من إعادة جدولة، وضع الأهم قبل المهم، والأكثر أولوية قبل الأقل أولوية. حينئذ نستطيع أن نفهم الواقع، حينئذ نستطيع أن نشخص الواقع. وهذا هو الجواب لمن يسأل لماذا نحن في متاهة. نحن في متاهة لأننا نسير بالمقلوب إلى الوراء، نقدم الفروع على الأصول، قطعا سنقع في متاهة، المتاهة هنا. ولذلك قلت بأن أول صفة، أول صفة للنموذج الحسيني ما هي؟ الوضوح، الوضوح. ابحثوا عن الوضوح، وأقولها مرة أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة ومليون مرة، الكتاب الذي لا يهبكم الوضوح دعوه جانبا، العالم الذي لا يهبكم الوضوح دعوه جانبا، الفضائية التي لا تهبكم الوضوح دعوها جانبا، المنبر الذي لا يهبكم الوضوح دعوه جانبا.
تريدون أن تتعاملوا مع الحسين؟ الحسين مصباح الهدى، مصباح يعني وضوح، وضوح بيان. لماذا نحن في متاهة؟ سيقول من يقول بأننا لسنا في متاهة، لا، الواقع نحن في متاهة، نحن في متاهة. ما هو تكليفنا الشرعي؟ سؤال ليسأل كل واحد منا نفسه، ما هو تكليفنا الشرعي؟ تكليفنا الشرعي أن نصلي أن نصوم، هذه فروع، هذه واضحة بديهية لا حاجة للخوض فيها، لكن هذه فروع. ما هو تكليفنا في الأصول؟ تكليفنا في الأصول فقط تكون في الأذهان فقط، هي هذه الأصول، لا يترتب عليها الأثر العملي. ما هو الأثر العملي في حياتنا الذي يترتب على الأصول؟ وبعبارة موجزة، ما هو تكليفنا اتجاه إمام زماننا؟ كما قلت قبل قليل، الإمام هو أصل الأصول. ما هو تكليفنا اتجاه إمام زماننا؟ قد يقول قائل بأن التكليف هو الانتظار، والانتظار السكوت، أن تضع يدك على خدك، نقبل ذلك، لكن بالله عليك يا من تقول هذا القول، أنت مطمئن 100% هو هذا التكليف؟ وقد يقول قائل شيئا آخر، نقبل، ولكن بالله عليك أيها القائل، هل هو هذا التكليف؟ القضية ليست إرضاء للنفس الإنسانية، والقضية ليست إسكات لمن يتكلم. المشكلة نحن لا نريد أن نتكلم في مشكلة ما لأجل التنظير، هذه مشكلة واقعية. ما هو تكليفنا اتجاه إمام زماننا؟ نحن نعيش الآن في واقع، من يتابع العالم الآن بدقة، وهذه الأحداث التي تجري حولنا، مفكرو الغرب منذ سنين طويلة رصدوها وتحدثوا عنها، والله من بدايات الثمانينات أنا قرأت أكثر من دراسة مكتوبة، وإن مكتوبة في إسرائيل، دراسات مكتوبة في إسرائيل، والله الآن إذا تقرؤونها، الآن ما موجودة تحت يدي، كانت عندي في مكتبتي في السنين الماضية في الثمانينات، وربما موجودة في المكتبات لا أدري، مطبوعة مترجمة، هي موجودة في الكتب، وكأنهم ينطقون عن الغيب. نفس الأحداث الآن الموجودة كانت مكتوبة، نفس الأحداث الآن التي تجري في المنطقة العربية وفي العالم، نفس الأحداث موجودة مكتوبة. الواقع الذي نحن نعيشه الآن، بغض النظر عن هذا الكلام وعن غيره، إذا أردنا أن نتصفح في روايات أهل البيت التي تتحدث عن مستقبل العالم، هناك مرحلة يمر بها العالم، وخصوصا منطقة الظهور. ساحة الظهور أين هي؟ ساحة الظهور العراق أولا، وإيران ثانيا،
والجزيرة العربية ثالثا، السعودية، اليمن، عمان، دول الخليج، وبلاد الشام، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، وتركيا ومصر. هذه هي المنطقة الساخنة التي يمكن أن نسميها منطقة الظهور، هذه المنطقة الساخنة. في روايات أهل البيت هناك عصر، مرحلة تمر في هذه المنطقة، هي مرحلة الانفلات، والتي تسميها الروايات بالهرج والمرج، في لهجتنا الدارجة يقولون هرج ومرج. الهرج في اللغة الفصحى يقال الهرج والمرج، مرحلة الهرج والمرج، وهي بعبارة أخرى بالتعبير المعاصر الانفلات السياسي، حالة من الانفلات السياسي. ما هي علائم هذه المرحلة؟ علائم هذه المرحلة أن الدماء تسفك لأي سبب، وتسفك الدماء ولا يعرف لأي سبب سفكت، وهذا هو الذي يجري الآن. أتعلمون الآن الكثير من القتلى يقتلون ولا يعرف لماذا قتلوا، أعداد كثيرة الآن من القتلى يقتلون ولا يعرف لماذا قتلوا، أو يقتلون وذووهم لا يعلمون بهم، قتلوا لم يقتلوا، دفنوا لم يدفنوا. من علائم هذه المرحلة هو سفك الدماء لأسباب معلومة ولأسباب غير معلومة وبكثرة. من علائم هذه المرحلة هو خروج العرب على ساداتهم، وهذه واضحة في الروايات، وأن العرب تخلع أعنتها. العنان هو الحبل الذي يربط به الجواد، تربط به الفرس، إذا خلعت الفرس العنان يعني خرجت عن سيطرة راكبها، خرجت عن سيطرة فارسها، تخلع العرب أعنتها. من علائم هذه المرحلة هو تبدل الحكام، الروايات تقول يذهب ملك السنين ويأتي ملك الأيام، التبدل للحكام. الكلام هنا على نحو القرينة، على نحو الكناية، يذهب ملك السنين ويأتي ملك الأيام، تبدل، تغير في الأحوال. من علائم هذه المرحلة أن الناس لا أمير لهم، كل مجموعة عندها أمير. وعلائم أخرى، أنا لا أريد الحديث عن عصر الانفلات، وإنما أصلاً ما كان في بالي أن أتحدث عن هذه القضية، ولكن الحديث كما يقال ذو شجون، ذو شجون يعني ذو أغصان، وغصن يتفرع على غصن، الحديث جر الحديث فوصلت إلى هنا. نحن نعيش في هذا الواقع، أنا لا أقول على سبيل القطع واليقين، ولكن من خلال الروايات عصر الانفلات من خلال روايات أهل البيت هو عصر قريب من زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. بمثابة مقدمة، لأنه الأعراف السياسية ستتفكك والمعادلات السياسية ستضطرب، البنية الاجتماعية والبنية السياسية
ستتغير، وهذا ما يحدث أمام أعيننا. قبل أيام كنت أستمع إلى برنامج في البي بي سي، بي بي سي القناة الإخبارية، فكان كلام بين مجموعة من الصحفيين والمحللين السياسيين، وصار حديث لماذا لم تغطي البي بي سي القضية الفلانية، الأمر الفلاني. كان جواب المسؤولين في البي بي سي الذين حضروا في البرنامج يقولون إننا ما نستطيع أن نلحق الأخبار، البي بي سي ما تستطيع أن تلحق الأخبار، ما نستطيع. يقولون نحن ليس متعمدين في عدم تغطية هذا الخبر أو ذاك، المراسلون والموظفون وهذا الجهاز الإعلامي الضخم ما نستطيع أن نلحق الأخبار، الأخبار كثيرة ما نستطيع أن نغطي هذه الأخبار من كثرة الأحداث والأخبار. وبسبب كثرة الأخبار وكثرة الأحداث وكثرة التغيرات الإنسان يتعود عليها فلا يشعر بأهميتها، لا يتحسس بأهميتها. وإلا هناك تغيير مذهل يدور حولنا وبشكل سريع أسرع مما يمكن أن يتخيله الإنسان في أي وقت من الأوقات الماضية. لو كان الإنسان الآن، لو يبعث إنسان لا أقول من عصر الخمسينات، من عصر الثمانينات، حتى من عصر التسعينات، إنسان مات في التسعينات، لو يبعث الآن إنسان مات في التسعينات لا يستطيع أن يفهم ماذا يجري في العالم، كيف تغيرت الأمور بهذه الشاكلة. أنا قلت التركيز في العمل يحتاج إلى فهم الواقع، الواقع حينما يتحرك ألا يجب علينا أن نتحرك؟ هذا مرادي من فهم الواقع. حين يكون الواقع سريعا يجب على صاحب الهدف، صاحب البرنامج، أن يكون سريعا أيضا، وإلا إذا كان الواقع يتحرك بسرعة ونحن موتى، نحن نيام، فأين نحن من إمام زماننا؟ هل العلاقة بإمام زماننا هي فقط في حضور المجالس؟ هذا الحد من العلاقة مجزئ، هذا هو الحد المجزئ المبرئ، أن نلقلق بالألسنة، أن نتأثر التأثر العاطفي. لكن هل هناك من مشروع شيعي؟ الشيعة أعدادهم هائلة، أموالهم هائلة، إمكانياتهم هائلة، ولكننا لا نرى مشروعا شيعيا. حين أتحدث عن مشروع شيعي لا أتحدث عن مشروع سياسي، يكفينا ما عندنا من المطبات السياسية، لا أتحدث عن مشروع سياسي، ولا أتحدث عن مشروع لبناء زعامة جديدة. ما شاء الله الزعامات الشيعية كثيرة جدا، لسنا بحاجة إلى زعامة جديدة. قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ هو هذا الواقع الذي نحن نعيشه. قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ أنا لا أتحدث عن مشروع سياسي أو عن مشروع لبناء زعامة جديدة أو زعامة معينة، أنا أتحدث عن مشروع عقائدي، أتحدث عن مشروع فكري وعاطفي تجتمع عليه قلوب شيعة أهل البيت، أتحدث عن مشروع من هذا النوع. وإلا ما هو موقف الشيعة إزاء إمام زمانها؟ فقط هو الحضور في المجالس واللطم على الصدور؟ هذا الحد مجزئ مبرئ، يجب علينا أن نبحث عن الحد الذي يقع
في أفق القبول. إذا كان هناك متسع من الوقت قد أتحدث عن هذه المسألة في الليالي الآتية. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن معرفة الواقع تقودنا للتركيز في العمل. حينما نرصد حركة الواقع ونتحرك وفقا لحركة الواقع، حينئذ نكون قد خطونا خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، والاتجاه الصحيح هو باتجاه الهدف، لأننا اشترطنا في الحسين أن يكون له هدف عظيم. الشرط الثاني هو التفاعل مع الواقع. مجرد أن نعرف الواقع وأن نرصد الواقع من دون أن نتفاعل مع الواقع بما يتناسب مع الواقع، لن تكون هناك ثمرة. والمسؤولية في هذا تقع على الشباب، المسؤولية تقع على الشباب. كبار السن مقيدون بقيود. نحن إذا أردنا أن نمر مرورا سريعا على نماذج من آيات الكتاب الكريم، حينما يأتي الحديث في سورة الكهف مثلا عن أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية عبر عنهم فتية. هم ما كانوا شبابا، كانوا كهولا، ولكن عبر عنهم بالفتية. هذا يرجعنا إلى أول ليلة من ليالينا، الرواية التي ذكرتها عن الإمام الصادق عليه السلام حين سأل شقيق البلخي أو البلخي فقال له: ما الفتوة عندكم يا شقيق؟ قال: إذا أعطينا شكرنا وإذا منعنا صبرنا. فقال الصادق عليه السلام: هذا حال الكلاب عندنا بالمدينة، إذا أعطيت شكرت وإذا منعت صبرت. قال: ما الفتوة عندكم يا ابن رسول الله؟ والفتوة هي الحرية. تحدثت عن هذا الأمر في أول مجلس من المجالس. قال: الفتوة عندنا أننا إذا أعطينا آثرنا وإذا منعنا شكرنا. جبرائيل حين نادى بين الأرض والسماء: لا فتى إلا علي. الفتوة هي الحرية، الفتوة هي الرجولة، الرجولة بالمعنى العلوي. حين نقول بأن الإمام الحجة يحتاج إلى رجال، رجال بهذا المعنى، لا فتى إلا علي، إنهم فتية. أصحاب الكهف ما كانوا شبابا، لكن كانوا يحملون روح الشباب، يحملون الحرية. وأنا قلت الشباب حتى في قصة إبراهيم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا فتى. وإذ قال موسى لفتاه في سورة الكهف: فتاه من هو؟ في روايات أهل البيت: يوشع بن نون. وإذ قال لوصيه: لا فتى إلا علي، من جملة معانيها لا وصي إلا علي. وإذ قال موسى لفتاه، يعني إذ قال لوصيه يوشع بن نون. الفتوة تأتي بمعنى الوصية، الفتوة تأتي بمعنى الحرية، الفتوة تأتي بمعنى الشباب.
الرواية عن سليمان بن جعفر الهمداني عن إمامنا الصادق، الإمام يسأله قال: يا سليمان، ما الفتى؟ قال: يا ابن رسول الله، الفتى عندنا هو الشاب. قال: أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا كهولا؟ لأن أصحاب الكهف كانوا وزراء، كانوا مستشارين عند الحاكم الروماني. أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا كهولا ووصفهم القرآن بأنهم فتية؟ ثم قال: يا سليمان، إن الفتى من آمن بالله واتقى، ذلك هو الفتى. لكنني أشرت إلى الشباب لأن الشباب أكثر قدرة على التحرك وأكثر قدرة على العمل وأكثر قدرة على التغير. ولذلك رواية في غيبة الشيخ النعماني عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يقول: أصحاب القائم شباب لا كهول فيهم. تعلمون كم هو سن الكهل في روايات أهل البيت؟ ربما في العرف الآن عندنا يقولون بأن الكهل من 50 فما فوق، يعني إلى 60، ومن 60 فما فوق هو الشيخ، أو من 50 إلى 70 الكهل، وما بعد 70 الشيخ. في روايات أهل البيت، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا تجاوز 30 فذلك هو الكهل، ما بعد 30، وإذا تجاوز 40 فذلك هو الشيخ. هذا في مصطلح أهل البيت في روايات الأئمة. من جاوز 30 فهو الكهل، ومن جاوز 40 فهو الشيخ. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول: أصحاب القائم شباب لا كهول فيهم إلا كالكحل في العين أو كالملح في الزاد، وأقل الزاد الملح. إمامنا الصادق أيضا يقول، يخاطب أصحابه حينما يشكون له قسوة قلوب الكبار في عدم قبولهم لحديث أهل البيت، يقول لهم: فأين أنتم عن الأحداث، يعني عن الشباب، فإن قلوبهم إلى حديثنا أميل. لذلك أقول: الشباب أميل. لماذا أميل إلى حديث أهل البيت؟ لأن حديث أهل البيت هو معدن الحرية، والشباب يملكون القابلية للتحرر. الكبار مثقلون، مثقلون بتراكمات الحياة السابقة، مثقلون بالعلاقات الأسرية، بعلاقات العمل، بالعلاقات المالية، بالعلاقات العرفية والاجتماعية. الكبار مثقلون، من الصعب على الإنسان أن يكسر هذه القيود لأجل أهل البيت، من الصعب عليه، السهل أن يجد لها مبررات، حتى لو كانت هذه القيود تأخذه بعيدا عن أهل البيت. مسألة العلاقات مسألة في غاية الأهمية، ولها كبير تأثير في مسار الإنسان في علاقته مع أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك المسؤولية تكون أكبر على شبابنا. أنتم معاشر الشباب، المسؤولية تكون أكبر عليكم.
أنتم بإمكانكم أن تتفاعلوا مع هذا الواقع. التغيرات القادمة والصراع القادم هو صراع الإعلام وصراع تقنية المعلومات. أنا أخاطب أبناء الشباب، لا تضيعوا الوقت. من كان منكم يستطيع أن يتقن لغة أجنبية أو أكثر من لغة فليبادر من الآن، ولكن بهذه النية لنصرة الإمام الحجة عليه السلام. إذا كنا عاجزين عن مشروع شيعي كبير فعلى الأقل أن نبدأ بخطوات جزئية، وما لا يدرك كله لا يترك كله. بادروا إلى تعلم اللغات الأجنبية، على الأقل لغة واحدة أتقنوها قراءة وحديثا وكتابة، أتقنوا لغة الشارع ولغة الثقافة واللغة الأكاديمية. من كان يجد في نفسه أن يعمل في الحقل الإعلامي، لأن الصراع صراع إعلامي وسيكون أشد في السنوات القادمة. الصراع القادم هو صراع إعلامي وصراع في حومة تقنية المعلومات. من يجد في نفسه القدرة ويستطيع أن يواصل الدراسة وأن ينال الخبرة، هذا جزء يسير يمكن أن نعمله وفقا للشروط التي مرت للحديث عن الواقع ولمعرفة الواقع وللحركة بنفس الحركة التي يتحرك فيها الواقع من حولنا. الموضوع موضوع واسع ومضطرد، ولا يمكنني أن ألم بجميع أطرافه في هذه العجالة، ولكن الخلاصة هي هذه. الخلاصة أن التركيز في العمل الذي كان عنوانا لهذا الحديث لا يمكن أن نصل إليه إلا من خلال معرفة الواقع ووفقا للرؤية التي أشرت إليها، الرؤية التي تبدأ من الأصول، أن نقدم الأصول على الفروع، لا أن نضيع كما هو حاصل الآن بين المهم والأهم فنقدم المهم على الأهم. ولذلك هذه الملامح بينة واضحة في المعسكر الحسيني. أصحاب سيد الشهداء كلهم إن كانوا من أهل بيته أو كانوا من أنصاره وأشياعه، كلهم بقضهم وقضيضهم، كلهم كانت عيونهم أفكارهم انقطاعهم توسلهم، وبعبارة أخرى تركيزهم في عملهم في أي اتجاه؟ باتجاه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحسين هو أصل الأصول، الإمام المعصوم هو أصل الأصول. حين يقول سيد الأوصياء، والرواية ينقلها شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه في الاختصاص: أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن، هو بعبارة أخرى نفس العنوان
الذي أشرت إليه بأن الإمام المعصوم هو أصل الأصول، حين يقول أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن، هو أصل الأصول، مرد الأمور إليه. والزيارة الجامعة ماذا تقول؟ وأنتم تحفظونها: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، توجه بكم، على أي من القراءتين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. من قصد الله في أي شيء؟ نحن نقصد الله في أي شيء؟ العبد وما في يده لمولاه، العبد وما في يده لمولاه، يعني أن العبد ليس له شيء، كل شيء عائد إلى مولاه. ومن قصده، يعني قصده في كل شيء، إلى أين يتوجه؟ ومن قصده توجه إليكم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذه المعاني تحفظونها وتعرفونها، وإنما فقط أعيد تنسيقها وترتيبها مع الموضوع الذي أتحدث عنه. ومن قصده، قصده في كل شيء. هل يستطيع مؤمن أن يقول بأنني أقصد الله في بعض الأشياء وفي بعض الأشياء لا أقصد الله؟ هل يقال لهذا مؤمن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، كل شيء عائد إليه. إذن نحن نقصده في كل شيء. ومن قصده، من قصد الله، قصده في جميع الاتجاهات، قصده في جميع الحالات، قصده في جميع الأشياء، ماذا يفعل؟ ومن قصده توجه إليكم. الإمام المعصوم هو أصل الأصول، وهو باب الأبواب، وهو الحبل المتين، وهو العروة الوثقى التي من لم يستمسك بها ولم يتمسك بها فقد هوى. والمراد من أنه العروة الوثقى التي من استمسك بها أو تمسك بها في كل شيء. الغريق حينما يتمسك بحبل النجاة كيف يتمسك به؟ ألا يتمسك بحبل النجاة بكل ما عنده من قوة وبكل حواسه؟ أصلا ينسى كل شيء حوله لأن نجاته بهذا الحبل. الغريق المعلق من أعلى جبل وليس له من نجاة إلا بهذا الحبل. القضية هي النجاة محصورة بهذا الحبل، النجاة محصورة بهذه العروة، وكل الأعمال وكل الغايات وكل النوايا نهايتها هنا. الليلة تعرفونها، ليلة ابن الحسن، ليلة القاسم. والقاسم مثال لشباب أهل البيت، ومثال لشباب شيعتهم، وكان الحديث في بعض من جوانبه عن الشباب: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. القاسم حين سأله سيد الشهداء
صلوات الله وسلامه عليه، كيف تجد الموت، كيف تجد القتل؟ وكان الحسين عليه السلام يحدث أصحابه بأنكم ستقتلون ويقتل فلان وفلان، وأخبرهم بأن القاسم يقتل أيضا. الإمام يسأله كيف تجد القتل، ماذا قال لسيد الشهداء؟ قال: دونك يا ابن رسول الله أحلى من العسل. القاسم فيه صفة، في الليلة الماضية أشرت إلى أن من جملة صفات أبي الفاضل كان وافر الظل فسيح الجناب، وشرحت هذا الكلام لا أعيده. القاسم بن الحسن فيه صفة قريبة من هذا المعنى، كان شخصية باهرة، الشخصية الباهرة ما هي؟ يقال فلان له شخصية باهرة. الشخصية الباهرة هي التي تبهر من يكون قريبا منها. الشيء المبهر، الإبهار هو أكثر من الإعجاب. يمكن أن تقول شخصية ساحرة إذا كان هذا التعبير سديدا. القاسم شخصية باهرة على صغر سنه، ولذلك كان مميزا بين شباب بني هاشم، وهو ما وصل إلى سن البلوغ، ولكنه كان يعد نفسه من الرجال. حين جاءوا بالماء إلى المخيم الحسيني وسيد الشهداء أراد أن يعزل الرجال عن الأطفال حتى يسقى الأطفال أولا، فقالوا للأطفال قفوا هنا. القاسم وقف مع الرجال. ملامح أبي محمد الحسن، هذه شمائل المجتبى، وشمائل المجتبى شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القاسم شخصية باهرة. الشخصية الباهرة هي الشخصية المبهرة، وإنما تكون الشخصية باهرة ومبهرة إذا ما اجتمعت فيها صفات الكمال: اعتدال الجسم، جمال الوجه ووسامته، حلاوة المنطق، كمال العقل، خفة الظل، سرعة البديهة، فصاحة اللسان. ولذلك القاسم أكبر من عمره، وهذا موجود في الناس، تجد شابا صغيرا لكنه حين يتكلم، حين يتصرف، يتصرف ويتكلم أفضل من الكبار. في بعض الأحيان تجد ولدا صغيرا يتصرف ويتكلم أفضل من أبيه. الشخصية الباهرة والشخصية المبهرة هي الشخصية التي تتصف بهذه الصفات، ولذلك هم نفسهم الذين قاتلوه وقتلوه قالوا: خرج إلينا غلام
وجهه كفلقة البدر. حين نقرأ كتب المقاتل جميع الذين قتلوا في المعركة كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه يأتي إليهم، حتى علي الأكبر لما قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال للهاشميين احملوا أخاكم عليا. الشخص الوحيد الذي حمله الحسين من ساحة المعركة وجاء به إلى فسطاط الشهداء هو القاسم، الشخص الوحيد. هذا ما نجده في كتب المقاتل، الموجود في كتب المقاتل الشخص الوحيد الذي قصده الحسين وحمله على صدره، يذكرون هكذا في كتب السير أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه حمل القاسم ووضع صدره على صدره. وكلمات الحسين التي أبنت القاسم تتحدث عن حزن عميق في قلب الحسين. بعد أن خرج القاسم إلى المعركة ودخل في وسط تلك الحيوانات الكاسرة وهو في وسطهم يضرب يمينا وشمالا، عمر ابن سعد ابن نفيل الأزدي وهو من فرسانهم جاءه من الخلف، القاسم ضرب من الخلف، جاءه من الخلف وعلاه بالسيف على هامته، فقد هامته الشريفة فسقط القاسم على وجهه على الأرض وارتفع صوته عاليا يا عماه. لما وصلت الكلمة إلى الحسين، الحسين في كل مرة حينما يسقط أحد أصحابه لما يخرج معه بعض أصحابه بعض أهل بيته، يقدمه العباس يحمل الراية، وإذا كان الأنصار أحياء يأتي معه حبيب مسلم، والعباس كان حيا ومجموعة من الهاشميين كانوا أحياء حين برز القاسم، لكن لما وصلت هذه الكلمة إلى مسامع الحسين، الحسين وصل لوحده، جاء مسرعا فضرب قاتله، والقصة معروفة. بعد ذلك الخيل سحقته لأنه قطع يده فأطنها إلى المرفق فصاح صيحة عظيمة، فجاءت الخيل تستنقذه فتلقته بصدورها فداسته. نزل الحسين مسرعا عن جواده وإذا هو به واقف عند رجلي القاسم والقاسم يفحص برجليه من شدة الألم. لماذا يفحص الإنسان برجليه؟ يفحص يعني يتقلب يحرك، والقاسم يفحص برجليه. الإمام كان يؤبنه بهذه الكلمات، يقول عز على عمك يا قاسم أن تستصرخه فلا يجيبك، لا يستطيع أن يفعل لك شيء، أو يجيبك فلا ينفعك. ثم يقول صوت والله، يصف صوت القاسم، يقول صوت والله كثر واتره وقل ناصره. ثم رفع القاسم من الأرض بعد أن فارقت روحه الحياة، ضمه إلى صدره، وجاء الحسين منكسرا وكانت رجلا القاسم تخط في الأرض، إلى أن جاء به ووضعه بجانب علي الأكبر.
وهكذا بقي الحسين ينقل الأضاحي أضحية بعد أضحية، جزروهم جزر الأضاحي. الحسين صلوات الله وسلامه عليه أخذ يصف الأضاحي أضحية بعد أضحية، وآخر أضحية كان هو صلوات الله وسلامه عليه. وهويت إلى الأرض جريحا، بأي حال تطأك الخيول بحوافرها. سيارة الناحية المقدسة، كلمات الإمام الحجة. وهويت إلى الأرض جريحا أبا عبد الله، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك. إلى أن قضى سيد الشهداء. سيد الشهداء هو الذي قدم الأضاحي وقدم القرابين قربانا بعد قربان، لكن من الذي قدم هذا القربان الأعظم؟ زينب. يوم العاشر ليلا بعد أن ذهب القوم إلى خيامهم يضربون الطبول ويشربون المسكرات، في وسط الليل البهيم خرجت بنت الزهراء تتعثر بأذيالها. خرجت إلى أين؟ خرجت إلى حماها، إلى سيد الشهداء، وقد قطعته السيوف إربا إربا. وقفت بنت علي عند الجسد الصريع، ماذا فعلت؟ أول شيء فعلته قبلته في نحره. عادة المحبوب أين يقبل؟ في جبينه، في خده، على رأسه. لكن الحسين لا رأس له، أين تقبله؟ قبلته في نحره، ثم وضعت يديها تحت ظهره الشريف ورمقت السماء بنظرها. اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، ورحمة الله وبركاته. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. سيدي يا بقية الله، بالحسين عليك، بالحسين عليك، بالحسين عليك، لا تحرمنا من خدمة الحسين، لا تحرمنا من خدمة الحسين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.